أعزائي المشاهدين، أعزائي مشاهدي قناة الصحة والجمال، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أسرار البلد. حلقة اليوم هي حلقة خاصة جدا، بنتكلم فيها عن منظومة النظافة في العاصمة أو في القاهرة. كلنا يمكن شوف دايما أهم حاجة، يمكن احنا اخترنا قناة الصحة والجمال لأنه يعني مناسبة أي حاجة تتكلم عن الصحة ومنظومة النظافة. طبعا دي بتأثر على البيئة وبتأثر على الناس، وكل الناس طبعا بتبقى، فعشان كده احنا اخترنا قناة الصحة والجمال عشان الحلقة دي تكون حلقة مميزة جدا. كلام كتير طلع انه مدينة نصر بتغرق على كومة قمامة، وكلام كتير اتقال، واحنا يعني جايبين اتنين من اشهر المتعهدين اللي موجودين في هيئة نظافة وتجميل القاهرة، يعني هم اصلا ناس على يعني مستوى موجودين، وطبعا بنشوف منظومة النظافة ماشية ازاي، ويا ترى هل هناك حرب بين المتعهدين ولا لا. معنا ومعكم الان سامح عبد المنعم، محمد عبد المنعم، اهلا بيك، متعهد ورئيس الشركة المصرية. ومعنا ايضا فارس عدلي، متعهد ورئيس المؤسسة المصرية، اهلا بيك. طبعا النهاردة بنتكلم عن منظومة النظافة في القاهرة. اتقال كلام كتير انه يعني منظومة النظافة في القاهرة يعني مش بعافية شوية، الكلام ده صحيح؟ لا يا فندم، منظومة النظافة الاول كانت مع الشركات الاجنبية، كانوا لغوا لغوا الجمع السكني بوضع صناديق في الشوارع، تمام. فاصبح العامل بيجمع الزبالة من فوق ويرمي لهم في الصناديق. بعد ما الشركات الأجنبية مشيت وأصبح أماكن الصناديق فارغة، بدأ العامل اللي هو اتكتب عقده مع هيئة النظافة في أول المنظومة بيجيب الزبالة من فوق من الساكن ويرميها في الشارع. الكلام ده مع بداية المنظومة، من أول كتابة عقود النظافة بعد ما الشركات الأجنبية مشيت، كان في استهتار شوية. اللواء إيهاب الشرشابي وقيادات الهيئة طبعا لما نزلت منظومة النظافة للمتعهدين، عمل لجنة سرية كده تشوف المتعهدين مين اللي شغالين على أرض الواقع، واللي معاهم معدات واللي معاهم عمالة، والقوي في مكانه على أرض الواقع اللي هو يقدر يمنع الجماعة اللي هم بيجمعوا من فوق ويرموا في الشارع. كان في اجتماع حضر فيه كل المتعهدين القويين في هيئة النظافة، فكان باسس فيهم اللي هو ايه المحافظه على مدينه على على كنموذج مدينه نصر. فبدات المنظومه ان في ناس اقوياء نزلت في مكانها، بقى في قبض على العربيات اللي بترمي في الشارع، في نبيشه وسريحه اللي هم النباشين موجودين في الشارع، فبدا يبقى في ايه روح التحام بين الهيئه والمتعهد. تمام. دلوقتي في كلام قال ان مدينه نصر غرقانة على بحر من الزبالة، الكلام اللي بيتقال ده قديم. طب يعني نقدر نقول ونشوف يمكن فارس يقول لنا ايه، مدينة نصر، انت اصلا متعهد في مدينة نصر. تمام. اخبار مدينة نصر ايه؟ مدينة نصر حضرتك يعني في شوية ملاحيز فيها. الملاحيز دي ممكن يكون من اخواتنا البوابين والسادة السكان. يعني ممكن هم دول اللي ممكن بحتة الزبالة اللي بتترمي، يعني الموضوع شغالة وتمام ماشية تمام. أنا قلت في المقدمة إنه في حرب بين المتعهدين، الكلام ده فعلا في صحيح؟ في حضرتك الحرب طبعا كان في بعد حد بيبقى ناس يعني مش شغالة. يعني ناس مثلا فسخ عقده وعايز برضه يلوث سمعته يعني. زي حد كده اسمه بيتر برضه كان بيقول لي أنت مش معكش عمال ومش شغال. أنت طب عايزين نعرف، عايزين نعرف طب عندك. طب لو أنت يا بيتر ما معكش يعني لو مش عربات أنا وعرباتك اللي موجودين اسحبهم. انت عندك اسطول، عندك قد ايه، عندك قد ايه سيارات عشان تقال عليك انك ما عندكش معدات؟ لا ما انا عنديش، عندي طبعا عدد يعني شغل حوالي 5-6 عربيات دول ملكي بتوعك. غير بقى العربيات اللي بتأجر بعد كده. وبعد كده في ناس حضرتك واخد بالك برضو ناس شغاله في المربعات، اغلب في ناس كتير بتبقى شغاله في المربع. تمام. طبعا انا ممكن كويس اسيبه، وحش امشيه وانزل عربيه. نشوف سامح يقول لنا ايه عن تقسيم المربعات ده وهل نجح ولا لا. فندم، تقسيم المربعات في مدينة نصر الأول كان معمول بالعامية. يعني اللي قسموا مدينة نصر قبل ما القيادات الجديدة دي تيجي قسموا بالعامية. سي مدينة نصر 400 ألف وحدة سكنية.
جت من شركة الكهرباء هي 400,000 وحدة سكنية، عشان اللي بيقولك من الرقابة الإدارية ومش الرقابة الإدارية. 400,000 وحدة سكنية، أنا لسه جاي لك، اختلاف الأعداد بالنسبة من حي لحي ومن إدارة لإدارة، أنت بتفسره إزاي؟ أنا أقول لحضرتك، لما 400,000 وحدة سكنية لما يتقسموا بشوارع، يعني الشارع يبقى موجود فيه 5-6 متعهدين، وأنا أبعت للكهرباء تجيب لي حصر الشارع ده لفلان، لفارس مثلا، ومحمد وأحمد وسعيد، نفس الحصر اللي هتجيبه شركة الكهرباء لفارس هتجيبه لسعيد ولمحمد وأحمد، صحيح. هو يبقى بالتالي كل الناس اللي في الشارع دي بتحاسب على نفس الوحدات السكنية. بس أعتقد اللواء إيهاب، اللواء إيهاب لما جه عمل تقسيم مربعات، مربع أربع أضلاع، اشرح حالنا عشان المشاهد يعرف بس التفاصيل. المربع يبقى أربع أضلاع، ما ينفعش اتنين في شارع، تمام. المتعهد ما ينفعش أقل من 10,000 وحدة عشان يعرف يجيب عربيات في الشارع ومعدات وعمالة ويشتغل في الشارع طبعا. لكن أنا لما أدي الواحد 3,000 وحدة ولا 3,500 وحدة، المبلغ اللي هيطلع هيضربه في جيبه، صحيح، ومش هيشتغل، مش هيجازي، مش هيجازي معاه، يا إما ما يشتغلش ويمشي أموره. طيب أنا طبعا يعني كلام جميل. قبل ما يمكن سؤال هسأله لك عن الصور اللي انت شفتها دي حقيقية ولا لا، بس اسمع اجابتك بعد الفصل. اعزائي المشاهدين، فصل قصير عشان نشوف تقرير مصور بالصوت والصورة من مدينة نصر، وارجع لكم تاني. ارتفعت اصوات عديدة ان مدينة نصر مليئة بأقوام القمامة، وكان لابد لكاميرا البرنامج أن تنزل لأرض الواقع لترى على الحقيقة الوضع الآن ما هو عليه. الكاميرا بترصد بالصوت والصورة مع المواطنين ومع بعض العمال النظافة، وكله بنشوف مع بعض المنظومة. زي ما انتوا شايفين الشوارع نظيفة وما فيش أقوام وما فيش الكلام ده، وهنشوف مع بعض التقرير مع بعض المواطنين. ترى أخبار منظومة النظافة عندك في المربع السكني هنا إيه؟ والله بالنسبة لنا هنا ممكن تقول إنها يعني اختلفت تماما من حوالي 7-8 شهور، كتير كده كانت قبل كده سيئة جدا يعني دلوقتي فعلا الحمد لله في شغل وفي مجهود يعني. أنا بشوف الناس هنا كتير باستمرار. معلش أنا يعني الشارع ده يعني اسمه إيه أو المنطقة دي اسمها إيه؟ أنا في حافظ بدوي فعلا. في حافظ بدوي بالظبط. لا إحنا فعلا لسه جايين من هناك، وأنا شايف الشارع يعني أنا ممتاز. والله بشوف الناس كل يوم. طب أنت لو شفت حد بيقول إنه لأ النظافة مش كويسة هنا كمواطن مصري، هترد تقول له ايه؟ لا انا احب اقول له ان المكان هنا كويس ونظيف جدا جدا، ولو عايز يتكلم في كده يبص من قبل كده من سنة، يبص المواطن عامل ازاي في كده كبير يعني. طب احنا جايين مخصوص عشان نكشف الحقيقة ونشوف الشارع على اصوله. احنا شايفين الحمد لله انه في مجهود مبذول، وشايفين ما فيش اي ورقة يعني ولا اي حاجة في الشارع. انا يعني بالنسبة لي شايف مجهود مبذول كتير جدا من حوالي سنة تقريبا بحضرتك، او 7-8 اشهر بالكتير يعني. يا باشا الناس فعلا موجودين يوميا وبنشوفهم مرة واثنين وثلاثة في اليوم. انا بصراحه يعني عشان طبيعه شغلي بس بتخليني اظهر ظهورات يعني، بس بشوفهم باستمرار يعني. سمير انت هنا في المنطقه ساكن في انهي شارع؟ انا ساكن في شارع جمال الدين الشغال هنا بقالي 20 سنه. من 20 سنه بامانه كده، كلمنا عن منظومه النظافه اتغيرت ولا لا؟ بصراحه اتغيرت جدا وفي تحسن، وان شاء الله يعني يطوروا من نفسهم. يعني انت دلوقتي بتشوف اقوام قمامه وكده في الشوارع؟ لا ما بقاش زي الاول يعني. اختفت يعني. بتجيلك كل يوم او الشفتات بتبقى مواظبه في الشغل انهم بيجي ياخد من عندك القمامه من قدام البيت وكده؟ وفي ناس معروفه هنا. كان في عندنا هنا هوت مقلب زباله كانوا بيحطوا فيه من 7 شهور او 8 شهور. من 7 شهور وبعد كده عملت حطوا فيه زي شجر وحاجات كده، وقالوا ممنوع ان حد يرمي هناك، وبقوا ياخدوا الزباله كل يوم. تمام. بيجيلك دايما وبياخد الحاجه من عندك ولا بتتراكم عندك؟ مفيش حاجه بتتراكم، ده كل يوم الصبح كل يوم الساعه 7 بياخد بيخبط كلها ويتشال من اكتر من قد ايه؟ من قد ايه؟
من 5-6 شهور كده. من 6 شهور او اكتر. وزرع شجر هنا العماره دي زرعها اللي مسك الجديد ده ومظبط الدنيا. الاداره بتاع العماره اللي هنا كويسه يعني. الاداره بتاع العماره اللي هنا زرعت الحته دي ومنعت الناس وساعدت الراجل المسؤول انه ما يرميش حاجه هنا عشان المدارس يعني برضو اطفالنا كلنا لازم نخاف عليهم طبعا. وبصراحه الولد ده منتظم بيجي كل يوم الصبح. كمان عندك بيجي يعني حتى لو ما جاش بيجي وكل حاجه بيجي كل بيجي معاكم وفي الايام الثانيه برضو بيجي بعد كده العصر زي كده برضو لو في حد عنده حاجه بالنادي برضو في حاجه موجوده بالنادي عليها ويشيلها هو بيشيلها والله بصراحه يعني بنشكركم الف شكر. اي حاجه برضو مرميه في الشارع هو بينزل بنفسه من العربيه بيشيلها ويحطها في البتاع. بنشكرك الف شكر. يبقى واحد سايق وواحد معاه راكب عربيه بيرميها. النظافه عندكم ايه؟ كويسه جدا يا فندم. يعني ما بتلاقيش اقوام قمامه وكده ومعلش مع احترامي للناس اللي هي يعني اي حاجات غير طبيعيه مثلا كلا يعني حاجات اللي هي ميته وكده. لا 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 ما فيش اي كلام ده. عندنا الرعايه هنا في النظافه كويسه جدا والعمال بتيجي تشيل النظافه من قدام باب الشقه من عندنا بالصفه دوريه ما بتتراكمش عندك حاجه. لا لا يا فندم. طيب انت يعني لو رحت مكان تاني او عند الجامعه مثلا اخبار لان كلنا تبع حي واحد عند لا الجامعه اخبارها ايه؟ لا العماله كويسه وشايفين شغلهم كويس. عند جامعه الازهر الناس برضه شغاله وكده يعني. احنا يعني جايين بناء عن شكاوى بيقولوا ان النظافه هنا ايه اخبارها عندكم؟ لا هو صراحه النظافه 10/10 واستاذ فارس يعني بالرجاله بتاعته ناس محترمين جدا جدا يعني. انت حارس عماره فين؟ في عماره 8 بطل 15. طب هم بيقولوا ان يعني ان انتوا اللي بترموا القمامه وبترموا كله. هل انتم متعاونين مع اكيد طبعا وبعدين هو مع الناس بيجيبوه العربيه موجوده بيجيب الزباين في حطه العربيه على طول يعني ما بتتراكمش عندك القمامه ولا الريحه ولا اي حاجه؟ لا 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 ما فيش اي حاجه. عامل فارس راجل محترم يعني من زمان يعني اعرفه من زمان من سنين هنا والرجاله بتاعته. تمام يعني انت من قد ايه هنا؟ انا من قد 22 سنه هنا. طب يعني في صور ظهرت كده انه القمامه واكوام هل دي في مدينه نصر؟ لا مش عندنا هنا ممكن في حته ثانيه بعيد عننا لكن في المنطقه المربع ده كله يعني ما فيش اي حاجه ان شاء الله والدنيا حلوه يعني مع بنشكرك عم فارس ان شاء الله حلوه باذن الله. جامع القمامه بيجي لك دايما ولا بيجي لا؟ الصبح الساعه 6 6 الصبح. هل في اكوام بتتراكم قدام العقار لا او في الشارع او لا لا بيروح ويجي 3-4 مرات في الشارع. انت ما اشتكيتش يعني مره ولا حاجه؟ لا يا فندم مينا بيروح ويجي 5 مرات. تعرفهم بالاسم كمان عارف يعني؟ عارف يعني منتظمين معاك؟ منتظم ما فيش اي مشاكل. ميلاد انت ماسك ايه هنا؟ انا ماسك نبو المهندس جمال الدين الشهيان ابو حيان التوحيدي ابراهيم ابو النجم. بتتقال انه في شكاوى جت، الشكاوى دي حقيقيه ولا ايه بالظبط يعني؟ حضرتك احنا هنا بنخدم من يعني من ال 24 ساعه في خلال ال 24 ساعه. احنا ما بناخدش يوم اجازه حتى الاعياد حضرتك احنا شغالين في يعني تقصد ان انتوا بتشتغلوا 3 شيفتات في اليوم؟ 3 شيفتات ان شاء الله. يعني المواطن هنا او صاحب المحل ممكن يلاقيك في اي وقت ويلاقي زمايلك؟ ال 24 ساعه، العربيه دي بتمشي العربيه دي بتيجي. ترى انت بتشوف اقوام قمامه وكده ولا لا؟ مفيش العربيات بتيجي تحمل اول باول والزبالين بتطلع العمليه تلم زي ما كل يوم زي العاده. ولو برضه في اكياس بعد ما انتهى من فترتهم بيجوا يلموها يعني بتبقى العربيات ماشيه على طول بتيجي تلم كل حاجه. رايك في منظومه النظافه يعني انت بتلاقي اقوام قمامه وكده ولا الدنيا كويسه؟ لا تمام الدنيا كويسه. يعني اتقال او اشاعه انه مدينه نصر كلها اقوام قمامه، انت بترد تقول ايه؟ لا لا اشاعه مش مظبوط. يعني انت بتروح عباس العقاد وبتروح الاماكن دي وبتروح هنا في حافظ بدوي الديناري وكل ده والدنيا كويسه؟ كل لا الدنيا كويسه تمام. بيجوا لك كل كام يوم؟ انا شايف عربيه في ظهرك يمكن جت. هم بيجوا باستمرار كده ولا ايه؟ بيجوا باستمرار موجودين معاكم يعني؟ في حد بيعدي عليا بياخد ال بيعدي في الشقه وياخد الكمامه من عندك ما بتتراكمش عندك؟ لا لا ما بتشتكيش انت يعني؟ الحمد لله. لا تمام. أعزائي المشاهدين رجعنا لكم بعد الفاصل وكنا بنتكلم عن التقرير. تقرير يعني لسه ما جهش، الإعداد بيجهزه معنا. طبعا كنا بنتكلم أستاذ فارس عن يعني إيه اللي بيحصل بالظبط. بيحصل حضرتك يعني الوقت في يعني في حاجات يعني تحسن جامد بالنسبة للجامع السكني والنظافة. كانت الأول أيام الشركات
كانت العربيات ممكن التراكمات بتفضل باليومين في الشارع. دلوقتي المتعهدين بيت مسجد دلوقتي حضرتك خلال 24 ساعه شغالين. ولو اذا طول ما في الشارع كده اي حاجه بالاول لو في حاجه جديده نزلت مستجدات بتتشال على طول. انت بتشتغل كم شيفت؟ نعم فندم. بتشتغل كم شيفت يعني يومي؟ ال 24 ساعه. ال 24 ساعه والنهار. انا حضرتك مش بالكلام. الشارع اللي يقول. طب انت 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 تقال انك جديد في المهنه، الكلام ده صحيح؟ لا يا فندم، لا يا فندم، ده عمو شحاته المقدس النقيب بتاعنا. نقيب بتاعنا. نقيب طبعا معروف. نقيب ايه يا فندم؟ من سنه يعني في 89. انت من 89 بديت في الشغل. في حضرتك شغل بتاع في ثابت اعمال. بتدل ثابت الاعمال دي شغل طبعا في عين شمس من 2007 المنطقه الشرقيه دي كانت معايا. اللي يتقال عليه سمسار يا فندم اللي ما عندوش معدات، اللي بيجيب زباله من فوق ويرميها في الشارع. في حد برضو في صور صور العربيات بترمي في الشارع من المتعهدين القديمه. المتعهدين القديمه عشان يفسدوا المنظومه. اللجنه اللي نزلت يا فندم على ارض الواقع شافت الكلام ده وبلغته لسياده اللواء ان الناس دي ما عندهاش لا معدات ولا عندها عمالة. ايوه يا فندم. العمدات دي العمدات دي ب 89 يعني من ساعه الشركات، لكن من قبل كده احنا كنا شغالين من غير انت موجود فعلا. ما كانش في ساعتك ايه التراخيص. صحيح صحيح. انت موجود قبل الشركات الاجنبيه كمان. بس دي حضرتك كانت جبل. كنا بنظف عربيه الزباله والحمار. ايوه الاول. كنا بننظف الرمله كده من قدام العربيه. ما كانش ثابت عمال. هنا حضرتك مكتوب ايه حضرتك؟ طب انت الصوره على طبعا ممتاز من 2000 ايه كم حي عند حضرتك؟ كتير جدا. حي مدينه نصر، حي السيده، حي باب الشعريه، حي الويلي، سيده عائشه، يعني الويلي برضه تاني. ده لا سابقه اعمال السنه ده سابقه اعمال. طب سامح معلش، انت كنت يعني بتتكلم عن حرب المتعهدين وانه الراجل ده راجل قديم في السوق وموجود وليه سابقه اعمال احنا شفناها اهو عندنا. تمام. ايه الرساله اللي انت بتحب توجهها لقيادات الهيئه النهارده؟ احنا ماشيين في طريق سليم. ما يهمكش، ما يهمش اي حد من قيادات الهيئه الكلام اللي بيتقال ده. دي شويه هواه. واحنا شغالين مع قيادات الهيئه كلها تحت قياده اللواء ايهاب الشرشابي بعد اللي هو عمله والطفره اللي عملها في القاهره. والمنظر بقى رجع القاهره للسبعينات، رجعت القاهره المحروسه مره تاني. تخديم على المنشات اللي بيعملها رئيس الدوله سياده رئيس الجمهوريه، يعني الكباري والحاجات اللي بتتعمل دلوقتي في القاهره وبالذات في مدينه نصر، وربط الكباري وتوفير الوقت علينا في نقل وتفضيه العربيات ورجوعها، وفر علينا وقت كتير طبعا. شبكه الطرق اللي اتعملت جميله يعني جدا. يعني سياده اللواء مخدم جامد قوي على المشاريع اللي بتتعمل للدوله. بس انت بتقول الكلام ده رغم انه كان معاك عقد، يمكن قلت لي قبل الفاصل، واتفسخ او سياده اللواء فسخ عقدك في مدينه نصر اعتقد. ايه الحكايه بالظبط؟ بص يا فندم، انا كان عندي عقد في مدينه بامانه يعني. كتبت العقد والمفروض اللي انا كنت انزل. حصل عندي ظرف شخصي. الهيئه ملهاش دعوه طبعا. شغلي على شغلي اللي يظهر قدام البلد اللي انا كاتب عقده ملوش دعوه طبعا. انا المخسر. انا استاهل. وهو في الشغل ما يعرفش حد. ما يعرفش. صحيح. ما فيش كلام. اشتغلت انا ماليش دعوه بظروفك. عندك ظروف في بديل طبعا طبعا. انت حصل بالفعل انه تم فسخ عقد في مدينه نصر. الساعه 8 بالليل في الورديه الثانيه. ما فتحتش بقي. عامل حضرتك متابعه عشان المقصر. عامل متابعه سياده اللواء والرئيس والحي والمحافظه، متابعه 24 ساعه. ال 24 ساعه في متابعه يعني لو اذا اي حاجات واخد بالك تتصور ولا كده الغاء طبعا. مفيش ما بيستناش اي حاجه تبقى موجوده. صحيح. تقول لي كان اتقال ان انت بتشغل عماله الاطفال، ايه الحكايه بالظبط؟ لا حضرتك مفيش الكلام ده. مفيش الكلام ده. لو جبته على الشاشه. طفل واخد بالك مش لو لابس الفيست اللي هو بتاعكو ده هيبقى كامل زي العمال. لكن هي اللي هي حضرتك حمراء اللي هي قبس حمراء. والكم هنا في احمر لكن مش فيست. طفل واقف يا فندم. طفل واقف. لو انا بتفرج على العمال وهي بترفع. ايوه كان يشتغل. بص حضرتك كده الفيست يبقى كله كده فيست كامل. لكن هنا حمراء بس وهنا تتلاحظ كده في ايدي. دي حاجه. الحاجه الثانيه شافه متصور بيطلع يشطب او يشتغل بالكيس من الساكن، شاف حاجه شايلها وبيعمل كده، مفيش حاجات ده كلها. طيب. طبعا ده عشانك يعني حاجه شغله ان نفسيته عشانك كان فشل وكده
طبعا ماليش حاجه بقولها. احنا طبعا بنسيب اي حد له حق الرد يعني يرد. احنا مش جهه، احنا جهه محايده. بقول لك ده عمالي وعرباتي اللي موجودين تمام وانا مش شغال. طب نسال على ارض الواقع، جميع الساكن والبواب انا بنام ال 24 ساعه هناك. وحضرتك لو عمالك وعرباتك شيلها وخلينا اسقط. طب ننقل نشوف سامح، بالنسبه ل ممكن مدينه نصر تحديدا، يعني اشمعنى مدينه نصر؟ انت واخد حي الاسمرات محدش جاي ناحيته واتكلم عليه، واخد فطوره اعتقد يعني الدنيا زي الفل، اشمعنى الحي ده اللي فيه المشاكل؟ الحي ده مش فيه مشاكل ولا حاجه، هو يعني في ناس ما كانتش شغاله، فندم ففسخت عقودها. ففي ناس نزلت ثبتت وجودها واشتغلت وعملت شغل كويس قوي وظهرت. فاللي ما كانش شغال لازم يعني فاهم ايه الشجره المثمره. هو عامل ايه ست الرئيس؟ بتتحدد بالطول. عامل ايه ست الرئيس؟ كان في الاوضاع يعني فتره كده لورا كان في زي ما انا اقول لحضرتك في من ضمن واحد اخو بيتر ده كان بيرمي زباله. مش عايزين احنا هنشوف اذا كان الصوره موجوده هنشوفها وهنزحها. المهم حضرتك طبعا ده من ضمن اللي كانوا اللي يعني شغالين. طبعا سياده اللواء ان يعني اختار واخد بالك اللي شغال، مش سياده اللواء بس وحده الرصد الحي تابع من المحافظه وتابع من وحده الفرع الهيئه وتابع من كذا جهه. طبعا عرفت ولفت الفشل يعني اللي مش شغالين تركنوا، وكل واحد تمام في شغله كل مربع جنبه اتضاف ليه. يا فندم يا ريت الاعداد يورينا صور العربيات وهي بتفضي في الشارع. التقرير جاهز؟ الصور يا ريت. طيب تمام ماشي يعني نشوف الصور كده على في صور. بص يمكن معانا عربيات بتفضي في الشارع، يعني احنا بنبص عربيات بتفضي في الشارع. دي في المنظومه القديمه قبل ما يجي اللواء ابي اللواء ايهاب. دي مهزله دي. ده يعني كان دي مهزله صحيح. انت بتطالب بحقك بناء على ايه؟ ولا انت عايز ترجع شغل بناء على ايه؟ انت بتفضي في الشارع. أيوة دي صوره كان عارضها في قناه الحدث احدى ان دي واحد يعني زباله. ده واحد فارش بخضار. انت انا مالي ومال اللي بيفرش بخضار؟ ده سوق. دي عربيات بتفضي زباله في الشارع. ده سوق مالكوش انتوا علاقه بيه كمتعهدين؟ لا 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 ده الصوره الثانيه. الصوره دي كان معانا كان بيتر باعتها، صورها بالليل على انها زباله. صورها ان ده بالليل بقى بيبيع خضار كل جمعه بستنى له حضرتك لما يبيع ويشطب وانا بلم بعد منه. بتلم بعد منه. صور طبعا يعني يمكن بص يا فندم بنشوفها على الشاشه فيها فعلا يعني قصص وغير وحكايات. انت بتطالب بحقك بناء على ايه؟ ولا انت عايز ترجع بناء على ايه؟ والله احنا نتمنى انه هذه الحرب يعني الدروس اللي هي بينكم. لا لا مفيش حرب يا فندم، مفيش حرب. انا عارف ويمكن اللي بس انا النهارده حد يعني اقول يعني خبط في حد مش حقيقي غلط. صحيح غلط لما تقول ده مش شغال. طب انا عايز الطبيعه تبان في الشارع. بنام انا عندي بطاريتي في العربيه والمخده. بتنام في الشارع الساكن يشوفها والبواب يشوفها والطبيعه تشوفها. في ملحوظه ثانيه يا استاذ سعد، ليه الاعلام بيكيل بمكيالين؟ يعني في حلقه اتعملت في مدينه نصر ونزلت عملوا تقرير في مدينه نصر ان مدينه نصر ودي الحقيقه في الاول جنه وهي دي الحقيقه اللي على ارض الواقع. بعد كده اتعمل تقرير بالليل واماكن مش موجوده ان مدينه نصر عامله على اقيام زباله. ليه بيكيلوا بمكيالين؟ اللي من غير شغالش اللي ما شغالش ومش غير عمل او ما ينفعش في المنظومه الشغل لازم بيخبط. طب ممكن نشوف في حاجه برضه عشان بس هننهي الحلقه. حاجه برضه حضرتك في حاجه ثانيه، واحد اسمه هيثم ده بلغي. طب مفيش مش طب عشان بس وقت ماشي أنا ماشي. هيثم ده ملغي في الشرابيه. هيثم ده ملغي في الشرابيه. معلش بس ملغي في السيده زينب. هنستأذنك بس كده، احنا متشكرين بنشكر حضرتك الف شكر يا استاذ فارس. شكرا استاذ سامح. وبننهي الحلقه النهارده ومنظومه النظافه طبعا تحت قياده اللواء ايهاب الشرشابي يمكن اتغيرت كثيرا على لسان الناس مش على لساننا. وبالصوت والصوره هنشوف تقرير عن مدينه نصر ونلتقي ان شاء الله في حلقه قادمه باذن الله.